الإرهابي بشار يقر تعويض لسائقي السيارات العامة بأقل من دولار واحد. مظاهرة شعبية في جاسم بريف درعا تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين. إصابة 3 أطفال بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام بحمص. وفاة مدني بعد أيام من اعتقاله لدى الجيش الوطني بعفرين. تزايد معدلات تفشي الكوليرا في الشمال السوري ومناشدات لتأمين الدعم اللازم. داعش يتبنى تنفيذ 8 عمليات جديدة في سوريا خلفت أكثر من 20 قتيل وجريح. الرئاسة الروحية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين قسرا في سجون النظام. الليرة السورية تستقر عند 6300 ليرة مقابل الدولار، وغرام الذهب عند 308,000 ليرة. 60 نبضة. أخبار شام.